مرحبا، معكم صالح من شركة البيرل جيتس العقارية. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من خلال الفيديوهات الأسبوعية اللي احنا بنقدمها. اليوم حابين نحكي معكم عن المشاريع اللي تحت الإنشاء أو الأوف بلان، وحابين نتعمق أكثر بهاي المشاريع من خلال تواجدنا في أحد مراكز العرض لأحد أكبر المطورين المشاريع اللي تحت الإنشاء في دولة قطر. اليوم حابين نستعرض شوي بعض من المشاريع اللي اوريدي هم كانت عندهم واللي كانت مطروحة بالسوق، وبعض من المشاريع الجديدة اللي تم طرحها في السوق، فأتمنى يكون الفيديو جدا مفيد بالنسبة إليكم. راح نبدأ بالحديث عن المطور اللي ابتدأ من مشاريع بسيطة وأصبح لديه من أضخم المشاريع الموجودة في مدينة لوسيل ومناطق متعددة بدولة قطر. أهم هاي المشاريع هو مشروع مدينة الياسمين الموجود في مدينة لوسيل، الذي يجسد رؤية المطور الحاضرية والرؤية المستقبلية. مشروع مدينة الياسمين يعد من أهم المشاريع الموجودة لدى المطور، حيث أنه الموقع واللوكيشن والكوميونيتي الكامل التي ستوفر مدينة الياسمين يعد الأمثل وفريد من نوعه. مدينة الياسمين زي ما أنتم شايفين أمامي لديها عدة مميزات، من أهمها وجودها بقرب البوليفارد وملعب لوسيل، ووجودها بقرب من الحديقة الهلالية. إذن استكمالا لحديثنا، سنستعرض بعض المشاريع الموجودة في مدينة الياسمين التي تجسد الرؤية المستقبلية للمطور. من أهم هذه المشاريع مشروع الياسمين ميكستيوز، أو مبنى الياسمين متعدد الاستخدامات. هذا المبنى بيكون عندك أنت شقق سكنية بالطوابق الأولى والعليا، وبيكون لديك ريتيل شوبس أو محلات تجارية زي مطاعم وكافيهات في الطوابق السفلية، حيث أنه بيكون هذا المبنى موجود بشارع فرعي اللي هو بيكون الشارع الإكستنشن للشارع الرئيسي تبع البوليفارد. ومن المشاريع الأخرى الجميلة مشروع المبنى الهلالي اللي هو بيكون بيطل على الحديقة الهلالية التي تعد من أكبر الحدائق، إن لم تكن أكبرها في مدينة الدوحة وبدولة قطر. والمشروع الجديد اللي هو مشروع الوادي، اللي بيكون لديه فيو على الوادي مباشرة، والوادي اللي هو حيكون من أجمل المناطق الموجودة في لوسيل. بالإضافة للمشاريع المتوفرة في مدينة الياسمين، في مشاريع أخرى جدا مميزة في مناطق أخرى في مدينة لوسيل، من أهمها زي المشروع الموجود أمامكم اللي متوفر في منطقة الووتر فرونت، اللي يوفر إطلالة جدا خلابة على البحر من جميع الجهات، وجودة عالية بالإنتيرير والتصميم. وأخيرا المشروع الذي تم طرحه جديد في السوق، مشروع لافيردا اللي موجود في منطقة المارينا، واللي يوفر إطلالة جدا خلابة على الفاندوم مول، اللي سيكون من أحد أهم الأيكونيكس الموجودين بمنطقة لوسيل. استكمالا لحديثنا عن المشاريع اللي تحت الإنشاء في منطقة لوسيل، اليوم حابين نتعمق معاكم في مشروع لافيردا اللي تم طرحه حديثا على السوق في منطقة المارينا في لوسيل. مشروع اللافيردا اللي موجود بمنطقة المارينا بلوسيل يتكون من 8 طوابق سكنية، بالإضافة لمسبح خارجي، لصالة رياضية وحدائق، طبعا بالإضافة للمواقف للسكان اللي حتكون تحت الأرض. من أهم مزايا المشروع موقعه المميز، حيث أنه معظم الأشياء لا تبعد أكثر من دقائق بسيطة مشي على الأقدام، زي محطة الترام اللي لا تبعد أكثر من دقيقتين عن المبنى. وطبعا أهم مول موجود بدولة قطر وبالوطن العربي اللي هو الفاندوم مول، يبعد بعض الدقائق عنه. طبعا بالنسبة لمشروع لافيردا، يتكون من غرفة وصالة وغرفتين وثلاث غرف وصالة بمساحات مختلفة وبأسعار جدا مميزة، بالإضافة لوجود كمية محدودة بالطابق الأرضي من الشقق اللي يأتي معها الحديقة الخاصة بالشقة. متوقع تسليم المشروع في الربع الأول من سنة 2023، وطبعا المشروع يأتي مع خطة سداد لمدة 6 سنوات بدون أي فوائد على السعر الأصلي. طبعا خطة السداد تبدأ من لحظة توقيع العقد الأولي إلى عام 2026، بتكون تتكون من دفعة أولى على 5%، ومن ثم دفعات شهرية حتى سنة 2026، بالإضافة إلى دفعة التسليم اللي هي بتكون حين استلام الشقة. بالنهاية هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، حكينا فيه عن أهم المشاريع الموجودة اللي تحت الإنشاء بمدينة لوسيل، وتعمقنا أكثر في واحد من أحدث المشاريع اللي تم طرحها بالسوق، مشروع اللافيردا الموجود بمنطقة المارينا بلوسيل. للاستفسار أو للمعلومات الأكثر، بتقدروا تشرفونا عندنا بالمكتب تبعنا في الماريوت هوتيل، في فندق الماريوت اللي موجود بمنطقة الويست باي، أو الاتصال على الأرقام اللي ظاهرة أمامكم.
كان معكم صالح من شركة البيرل جيتس، وشكرا كثير للمشاهدة.